السلام عليكم، يوم في جديد. اليوم ان شاء الله بارد ديال طنجة جديدة، اهم بارد في هذا العام كامل ديال طنجة. وهذا اللي في ميم شي دابا في طنجة، اي حومة اي بلاصة غتبرك كيهضروا على بارد دوش من ساعة هادي. ان شاء الله اليوم مع الثمانية اللي غادي يربح يقدر يضمن البقاء ديالو، واللي غادي يخسر بالنسبة ديال 80% أو 90% غيبط دوزيام سيري البطولة الوطنية الثانية. وبالنسبة للناس اللي ما كيتفرجوش البطولة المغربية، هاد العام طنجة راه عاملة معجزة. تخيلوا حققت أكفس انطلاقة لشي فرقة ب 16 مقابلة، دات منا جوج نقاط. تخيلوا 16 مقابلة هي تقريبا واحد 48 نقطة، حققت طنجة منا جوج نقاط. فكل شيء ديك ساعات قال طنجة رسميا هبطت من سيكوندا، رسميا هبطت دور الدرجة الثانية، ولكن جمهور ديال طنجة، الناس ديال طنجة هما الوحيدين اللي بقاو امنين الفرقة ديالهم. وهذه هي الحلاوة ديال البطولة المغربية، ما كاينش شي حاجة صافي استسلام، راه عاملة بحال بريمير ليغ، راه عايدة كيبوس تقريبا بحال دابا. طنجة تقدر تغلب الوداد، طنجة تقدر تغلب الجيش اللي هي الأولى، راه هادو هما الكيبوس ديال البطولة. طنجة بدلت الرئيس، جابت رئيس جديد، جابت لعابة جدادين بحال بورتيرو غايا، القائد ديال طنجة واللي هو متولي، جبت اللعابة اللي عندهم تجربة بزاف. والحمد لله حققنا دابا عندنا 23 نقطة، وبعد نقطة الجديدة جديدة عند 24 نقطة، طنجة 23، خريبكة 22، ثلاثة الفرق كينافسوا على البقاء، واللي ان شاء الله طنجة تاخذ البقاء واللي تبقى فيها ان شاء الله يا ربي. فبارد اليوم غادي يكون بزاف، غادي يكون واحد الحماس يكون فيه، راه بلا ما نعاود لكم شي حاجة تكون مهم. دابا ان شاء الله غادي نمشيو نشريو التيكي وغادي نمشيو نتفرجوا. ان شاء الله اليوم غالبين وباش نضمنوا البقاء يا ربي وان شاء الله. يلا بينا ليتس جو. ما حتى التيكي تاعها لا تاع لا تكوفا المره ديال 50 درهم. علاش كتعور؟ علاش هذا؟ قلنا نصوروا فيديو، ما جاتش نصوروا فوسط الكوربه. بالعكس كوربه واعره. انا رجعت عاوتاني دابا ان شاء الله غادي نمشيو للكامبو. هما ثلاثه التيكيات، علاش ثلاثه التيكيات؟ غادي نمشي معايا عبد الله عمر فياته، غادي نمشي للكامبو. اول مره نتفرج في الماتش ديال البطوله. اول مره يدخل في حياتي شو الطاس ديال طنجه ديال الكره المغربيه كامله، ولا ديال طنجه خويا. اليوم غادي تصدم على حسابي. ومعنا هذا فروم يو اس اي. المهم تو غادي نشوف الاجواء، شبرو طرامبيه ولا شي حاجه باش نمشيو نتلاقاو في الكامبو. كامبو ان شاء الله. هو الكامبو اخي عبد الله ضحكني اتخانا، قال لي واش هذا ولي الكامبو اللي في البرازيل مع المغرب؟ واش اخي عبد الله شحال ماشي اليوم؟ اليوم هو طنجة تربح بجوج لواحد ان شاء الله. انت 3-0. انا كنقول جوج لواحد ان شاء الله مربوحه يا ربي. شو لا كامبو كامبو يولي احسن كامبو هذا في المغرب كامل، ناقصنا كيبو يكون احسن كيبو في المغرب. ادخل اخيرا دخلنا، انت دخلنا تبارك الله. شحال الناس هنايا اليوم، كامبو يكون بلان 100%. هذا باقي ساعه ونص البارديدو ولا برا كلشي عامر، دخلنا بسهوله الحمد لله. هذه ديما الخطقه تجي بكري، اذا شي بارديد الكره، اذا شي حاجه مهمه اجي بكري. كامبو باقي خاوي، باقي الله عاد كامل، باقي جوج ساعات بارديدو. اللاعب دخلوا كاملوا تسخينات، كنت تخيلوا عاد عبد الله جاي صور الجمهور هيدا، واحد بوليسي قال له اجي، قول له عبد الله شنو قال لك؟ قال لي صور واش صورتيني؟ قلت له ما صورتش، قال لي انا نقدر نتابع الدوم التشير. والله ما صور، هو كان كيصور غير الجمهور. عاوتاني اللي عصبني قال لك هو انا ولد كازا، زعما شنو انت ولد كازا؟ كاملين مغاربه. اللاعب بداو كيدخلوا اليوم اللي كيجيبوا الزهر، اليوم اللي كنربحوا بسببهم. تبارك الله على صنصت كيبان. الشوط الاول مشاو 0-0، الشوط الاول تقال 0-0. طنجه لعبه بزاف على جديده، كره عن طنجه، ولكن هاني في اخر الشوط الثاني ان شاء الله غنماركيو ونربحو يا ربي. ها هما اللعابه دابا يبدا الشوط الثاني.
والله تعبنا احسن جمهور سنا هيك بو يترجلوا معانا اقسم بالله. شو اللعبه ديال الاخر ديال الجاريين دقيقة 76 بقى 0-0 يا ربي اللهم يسر ولا تعسر يا ربي تماركا دي جول ان شاء الله جول جول ان شاء الله جول ما يسر ولا تعسر يا ربي يا ربي يا رب زوج ان شاء الله غادي نبقاو في القسم الاولاني ان شاء الله اول مره ملي دات البطوله طنجه غادي تخرج من داك المناطق اللي غادي يهبطوا السيكوندا بحال دابا طنجه تولي عندها شحال 26 خريف كاع غلبت 3-0 ولات عندها 25 وجديده تبقى عندها 23 المهم الحمد لله باقي جوج بارديدوس ان شاء الله غادي نبقاو ان شاء الله احسن رئيس العالم والله العظيم جاب البركه ديالو اقسم بالله ولكن اليوم غنعاود نجمعو الدرج غادي ما شنو وقع اليوم الصوت الصوت مشى ليا يا حسرة هذا ما كنشجعش على الاتحاد لا والو ها هو زيت الجيم دا الجمهور شنو هو سميتو والله في الجمهور ديفانس دا سيبورت واو كلشي خرج الحمد لله كلشي خرج فرحان هذا هو المهم تسالى الفيديو الحمد لله غلبنا 1-0 المهم 3 تشجعوا لايك سبسكرايب تهلاو